هذا الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا من واله ومفند رمضان يا ضيفا أتى يجلو لنا القلب الصدي هل زرتنا لبشارة أم أمسنا مثل الغد فلقد غزانا ظالمون في صورة المستاسد حتى عثى بديارنا واجتث أمن المقعد فأجار كل معاند ثوب الرذيلة يرتدي وحمى بكل وسيلة نهج الدعي الملحد وسعى يثير صحافة تؤذي الشيوخ وتعتدي ولكبت قول صادق وحماية القول الردي قعدوا لنا ولديننا إقعاد من بالمرصد ولمن أبان سبيلهم سيف الردى لم يومد رمضان أهلا مرحبا يا خير شهر مسعد يا جار أصحاب النهى والناسك المتعبد إنا لفي شوق إلى إحياء ليل المسجد والأنس بالآيات في قرآننا المتجدد والجود في أيامه للبائس المتجرد يتاليا قرآننا اقرأ هديت وردد قم للكريم مصليا واقنت له وتهجدي وتغن بالقرآن كي يحيى الخشوع وغردي ولتجعلي الأسماع بالقرآن مثل العسجد اقرأ ورتل آيه سقنا لعذب المورد شهر التراويح التي تسمو بقلب المهتدي شهر له فضل على كل الشهور الخرد تذكيه أخير ليلة من ألف شهر مسرد من قام فيها صادقا مستيقظا لم يرقد فلتهنه الرحمة من رب كريم أوحد ويح الذي لم يحيها فهو الذي لم يسعد رباه فلتلطف بنا ولتحينا من مرقدي وارفع بفضلك خالقي قيد الهوان الموصدي ولتجعل الشهر الكريم سبيلنا للسودد أعتق رقاب جميعنا من نار درك موقد وابسط يديك برحمة فلقد دعونا بيدي